السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم الفيديو ديالنا غنديروا فيه واحد الجولة في حي القنانط، وأيضا في واحد الحي اللي ولا جديد حدا القنانط اسميتو حي أماني. وهذه الأحياء كلها عبارة عن فيلات وعن مرافق سكنية. احنا دابا طالعين مع طلعة ديال القنانط، هذه الخزينة العامة انتم كتشوفوا معايا. وهذه المديرية الإقليمية للإسكان، هذا هو الشارع الكبير ديال القنانط احنا طالعين معه. هذا المرفق، هذا المرفق الطبي، هذا كله شوفوا شحال كبير. وهادو واحد المشروع ما عرفتش شنو غادي يدير فيه مولاه، كيبني فيه. وهذا راه هو المركز الثقافي، راه يلاه تنشئ غير حديثا، وراه فضاء كيحتضن مجموعه من الانشطه الثقافيه وفنيه، وكيدير تاع عروض مسرحيه وعروض سينمائيه وسهرات غنائيه. كيتعتبر واحد المتنفس للشباب، كيجيو يدوزوا فيهم وقت وكيستافدوا، وكيتعتبر هو من احسن المراكز الثقافيه اللي كاينه في المغرب. ها هو كاين هنا موجود في حي القنانط. وهادو فيلات. بالنسبه لحي القنانط راه فيه فيلات كبار، هما اللي كيتوجدوا على اليمين كبار، واللي مقابلين معاهم فيلات متوسطه، راه كاين اللي باني فيهم دوك المتوسطين، كاين اللي باني الفوق وكاين اللي ما بانيش. وكاينين ايضا الفيلات صغار، رغم من بعد غادي نشوفوهم. الشارع كبير، كاين باش كيتمتاز القنانط كيمتاز بالهدوء اللي فيه، حي هادئ بزاف. هادي مدرسة خصوصية كيدس، سميتها كيدس. وهذا مركز الشاوية ورديغة للإدماج، كما كتلاحظوا معايا كاين بزاف المرافق في هذا الحي. هادو هما اللي قلت لكم فيلات صغار، كاين اللي ما بانيش كاع، هو كله ظروف. هذه صيدليه والجامع، جامع صغير كاين في القنانط. هادو الفيلات الصغار. هذاك كتاب قراني، كيجيو الدراري يتعلموا فيه القران الكريم. ولاحظوا معايا الشوارع كبيره تبارك الله وواسعه. هذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا سينيسيس، حتى هو موجود لداخل في القنانط بالاحياء السكنيه. الهدوء وتا الطبيعة تبارك الله زوينة، الفيلات معتنين بهم وليهم.
من ناحية البستانة. ستات تبارك الله في التقدم المستمر. هذا واحد، هذا الكلينيك، كلينيك الزيتون، راه كاع الاختصاصات فيه، كلينيك كبير ومازال كيزيدوا فيه، كبير بزاف هاد الكلينيك، كاع التخصصات سواء طب الأطفال أو الكبار أو الراديوات، كل شيء كاين في هاد المستشفى الخصوصي كلينيك. هو تعود موجود في القنانط، في حدا السكن، حدا الفيلات السكنية. هاو كيما كتشوفوا التخصصات اللي فيه، ريانيماسيون، مهم كل شي فيه. هاد البقعة الأرضية كبيرة، باقي ما تبنت فيها حتى شي حاجة، كتشوفوها معايا. شو شحال كبير هاد الكلينيك. هادي ميتيال فين كيجيبوا الناس يحطوا الدواسة ديالهم ديال الميتيال. وهادو فيلات، تاهما في القنام. وحنا دابا غاديين نتوجهو حدا المدرسة الخصوصية. هاد المدرسة تأسست في 1992، أي من المدارس الخصوصية القديمة ديال سطات، مدرسة الزيتون. هاد المدرسة راه فيها واحد الكلوب كبير، فيه لابيسين، كيديرو فيه الشباب الرياضة، في كل شي. هي مدرسة الزيتون. مدرسة خصوصية. وهذه مدرسة الشاوية، هي مدرسة خصوصية جات بالشارع اللي كيهبط المانيا. هي من بين المدارس القدام. مدارس الشاوية. الحي تبارك الله فيه ما يدار. ودابا حنايا متواجدين في حي اماني. هاد الحي سميتو اماني، وراه حدا حي القنان، حتى هو فيه الفيلات، فيه فيلات كبار. يلاه ولا جديد في سطات. بالنسبه لهاد الحي ما كتشوفوا معايا، حتى هو فيه فيلات زوينين، وفيه مجموعه من المرافق. ها هي هادي حتى هي مدرسه خصوصيه.
هاي هاي راسو هي كبيرة هاد المدرسة. وهنايا هذا سونتر كوميرسيال في توا بزاف الاشياء، ريستورا، قهاوي، مخبازة، مصبانة، في بزاف المرافق في هاد السونتر كوميرسيال. وهذا الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، أي كنوبس، هو هذا كيتواجد هنايا كنوبس. وهذا مدرسة التدريب اللغوي، كيتعلم العربية الإنجليزية الفرنسية، وكيكون على شكل دورات تكوينية، تاهو كيتواجد في هاد سونتر كوميرسيال، سميتو لا كولين هاد سونتر كوميرسيال. وما الفيلات، الحي كله فيلات. وكاين ايضا الجامع، جامع كبير في اماني. هانتوما كتشوفوا معايا الجامع، هاو بجميع المكونات ديالو، مكان الوضوء، مكان خاص بالنساء، مكان خاص بالرجال، تبارك الله جامع كبير بزاف. حتى هو حي زوين هذا. هذا بالنسبة لهادو الفيلات ديال التنمية، وراهم مقابلين مع الفيلات ديال أماني. وأماني راه توا في صيدلية، وخا مكتوبة فيها صيدلية التنمية، ولكن هاد تابعين هاد الديور الأماني، هو توا في صيدلية. طات كبرات، كبرات بزاف، وكنحاول ما امكن نعرف لا سيما الناس اللي في الخارج كيطلبوا مني باش نوريهم الاحياء اللي تزادت في مدينه سطات، تزاد بزاف. هذا سونتر ديال الدياليز، الله يشافي الجميع. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، في أمان الله.